أما أنت يا أخي فلك رغبات أرضية، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. لذلك تعلق قلبك بالتراب ومجده، وصارت روحك حبيسة في قفص مذهب من الرغبات. متى تنطلق منه؟ متى تنتهي من غربتك على الأرض وتعود لوطنك الحبيب إلى رب المجد يسوع المسيح؟ غريب أنا
غريب وغريب عن وطني مشتاق لي وطني مشتاق لي وطني مشتاق